نعم، هذه الأجواء الإيجابية هي فقط بالمنظور الإيراني والروسي حتى هذه اللحظة. حسب الولايات المتحدة الأمريكية لازال من المبكر الحكم على سير هذه المفاوضات، وإما إذا كانت إيران قد عادت إلى هذه الجولة السابعة بشكل إيجابي بغية الخروج باتفاق للعودة إلى مخرجات الاتفاق النووي الذي انسحبت منه الولايات المتحدة في العام 2018. حتى هذه اللحظة تحرص إدارة بايدن فقط على إعادة بناء الثقة بين الجانبين الأمريكي والإيراني على الأقل لالتزام طهران بواجباتها تجاه العالم فيما يخص بناء ترسانتها النووية، لكن في المقابل إيران تحرص على رفع العقوبات ووضع هذا الشرط عند كل خطوة تخطوها في هذه المفاوضات، وهو الأمر الذي يقول هنا عدد كبير من المراقبين إنه من الصعب أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بالقيام به دفعة واحدة، خاصة وأن أعين عدد كبير من أعضاء الكونغرس ليس فقط الجمهوريين بل الديمقراطيين أيضا على إدارة بايدن ويعارضون الرفع الكامل للعقوبات على إيران، خاصة وأنهم غير راضون أيضا عن العودة إلى هذا الاتفاق النووي الذي يتشارك يكون فيه نفس الرأي مع الإدارة السابقة، وبأنه لا يشمل التهديدات التي تشكلها إيران على المنطقة وعلى مصالح الأمن القومي الأمريكي، وأنه يجب إدخال بنود أخرى غير الترسانة النووية كبرنامج الصواريخ البالستية روبير.